كل شيء يهون من أجل فلسطين، أعلنها الأردنيون عالياً قبالة السفارة الأمريكية في عمان. وهي أبطال الحجارة، وهي أبطال الحجارة. رسالة لكل متآمر على القضية الفلسطينية بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده في معركة الحرية. الولايات المتحدة الأمريكية باتت ضالعة في العدوان على الشعب الفلسطيني وفي انتهاك حقوقه الوطنية المشروعة وفي إدارة الظهر تماماً للشرعية الدولية ولقراراتها. نقول للشعب الفلسطيني بأن الشعب الأردني هو امتدادك، ونقول لهم أننا في الأردن السند لإخواننا الفلسطينيين في صمودهم ضد الغطرسة الإسرائيلية وكل المؤامرات التي تحاك ضد هذا الشعب. إلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز مع إسرائيل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية مطالب الشعب الذي لا يزال يجتاحه الغضب ممن حضر إعلان صفقة القرن، مع التأكيد أن التطبيع خيانة. الدول هاي عروش تم بنائها من خلال الكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، فلذلك هم مرتهنين لقراراتهم ويدعوا كما يملى عليهم يحكوا، ليس بإرادة شعوبهم. مسيرات مماثلة خرجت في عدد من المدن الأردنية، تعددت أماكنها لكن عنوانها واحد لم يتغير، ألا وهو فلتسقط صفقة العار. الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي هو صراع وجود وليس صراع حدود، يؤكد الأردنيون ويقولون إنهم والفلسطينيين في خندق واحد لمواجهة صفقة القرن التي لن تمر. لان شاهين، عمان، المايادين.